مشاهدينا متابعي مصر نيوز في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. انهيار عقار بمنطقة مصر الجديدة، بالتحديد في منطقة ارض الجولف. في تمام يعني من ساعتين الانهيار تم، في ضحايا جوه، في جسامين، لسه لم يعلن لحد الان من المحبوس جوه تحت الانقاض. تم استخراج 2 من الضحايا المصابين، يعني دي المؤشرات الاوليه، لسه ما نعرفش ايه اللي تم، لكن زي ما حضراتكم شايفين يعني في كردون امني من قوات الامن حوالين المبنى. رجال الحمايه المدنيه في اقصى جهدها بتحاول يعني ان هي تنقذ ما يتم انقاذه، اذا كان من يعني اشخاص تحت الانقاض او يعني اي شيء يمكن انقاذه، ساعيين في طبعا يعني الانقاذ. زي ما حضراتكم شايفين مبنى مكون من يعني على الاقل 4 طوابق، يحتوي على اكثر من 8 شقق، اسر، ويعني معرض كان موجود كمان تحت العقار بسيارات واسر يعني كانت ساكنه في المكان. يعني زي ما حضراتكم شايفين احنا متابعين معكم لحظة بلحظة عين مصر نيوز تفاصيل، واول ما يجي اي تفاصيل هيتم ابلاغ حضراتكم بها فورا. يعني حضراتكم طبعا هتسألوا وتقولوا لنا ايه هي الاسباب اللي تمت دفعت العقار للانهيار. حضراتكم يعني لحد دلوقتي ما فيش اي حاجة مؤكدة، ما فيش اي يعني تصريحات طبعا خرجت من وزارة الداخلية او من الحماية المدنية او من وزارة الصحة او من اي جهة معنية داخل مصر، لكن على كلام يعني السكان وعلى كلام يعني اقرب ناس كانوا موجودين جنب العقار وهو بينهار، قالوا ان كان موجود في اعمال بناء كانت بتتم عن طريق احد الاشخاص، وطبعا بعدها على طول سمعوا صوت الانهيار. حضراتكم احنا متابعين معاكم لحظة بلحظة، متابعين معاكم كل التفاصيل وكل يعني المستجدات بخصوص القضية. حضراتكم يعني السادة المشاهدين اللي بيسألوا فين المكان، يعني المكان هو في منطقة أرض الجولف بمنطقة مصر الجديدة محافظة القاهرة. يعني حضراتكم العقار على كلام يعني الشهود عيان موجودين هنا اتكلمنا معاهم وحكوا لنا التفاصيل، قالوا ان هما من ساعتين بالظبط في تمام الساعة 2 سمعوا صوت دبة شديدة، طبعا كله خرج يشوف ايه، تفاجئوا بانهيار العقار. زي ما حضراتكم شايفين رجال الحماية المدنية بتسعى كل جهدها ورجال الامن بيسعوا كل جهدهم لانقاذ ما يمكن انقاذه يعني في هذه الكارثة، في هذه الفجعة. ناس في بيوتها، يعني اصحاب شقق، اصحاب يعني محال تجارية في هذا العقار، انهار العقار بما فيه، اشخاص جوه، اكيد في اشخاص جوه. هل تم انقاذ اي اشخاص لحد الان؟ تم انقاذ فعلا 2 مصابين لحد الان، وتم نقلهم على الفور من الاسعاف الى المستشفى. احنا متابعين معاكم لحظه بلحظه وثانيه بثانيه جميع المستجدات وجميع التفاصيل الخاصه بعقار وانهيار عقار مصر الجديده، تابعونا عبر صفحتكم عين مصر نيوز. وزي ما حضراتكم شايفين يعني في تواجد صحفي وفي تواجد اعلامي كبير بيغطي هذه يعني الانهيار، وسط طبعا كردون امني فرضته على الفور قوات الامن، فرضت
كوردون يعني أمني طبعا لعدم دخول أو خروج أي من الأشخاص حفاظا على يعني الأشخاص وحفاظا على المدنيين وطبعا لحدوث أي شيء. ففرض القوات الأمن طبعا رجال الحماية المدنية عشرات الرجال وعشرات ضباط الحماية المدنية يعني تحت الأنقاض دلوقتي بيدوروا وبيسعوا ويعني بيحاولوا ان هم ينقذوا ما يمكن انقاذه. من يعني دلوقتي التفاصيل الأولية احنا ما نقدرش ان احنا نصرح لحضراتكم بأي تفاصيل، ما نقدرش ان احنا نديكم اي بيان رسمي من خلالنا، لازم يكون من خلال الجهات المعنية في يعني طبعا المكان والجهات المعنية المسؤولة عن الإنقاذ والجهات المعنية المسؤولة عن العلاج، إذا كانت وزارة الصحة أو إدارة الحماية المدنية أو وزارة الداخلية. لكن على حسب كلام شهود عيان أنه تم استخراج يعني شخصين مصابين وتم نقلهم على الفور للمستشفى. طبعا تواجد أمني فعال، تواجد أمني يعني محيط المكان، تواجد أمني في كل مكان وكل شبر، كله بيسعى وكله بيساعد وكله بيحافظ يعني ان هم ينقذوا ما يمكن انقاذه. حضراتكم موجود امامكم يعني في الصورة شايفين، احنا مش محتاجين ان احنا نوضح الصورة، الصورة واضحة لحضراتكم. طبعا على الفور يعني تلقت غرفة عمليات النجدبية المحافظة بلاغا بانهيار عقار، على الفور تمت نقل ويعني تحرك الجهات المعنية من كل الجهات، إذا كانت الحماية المدنية، إذا كانت الصحة، إذا كانت أسامي الشرطة، إذا كانت الإسعاف، إذا كانت المطافي، إذا كان أي شخص يعني هيساعد كان على الفور انتقل من الجهات المسؤولة. طبعا يعني احنا يعني حزن، احنا طبعا الحزن يعني علينا، الناس موجودة حزينة جدا على الموقف اللي شايفينه، عقار يعني من 5 طوابق على الاقل انهار واصبح يعني امام حضراتكم يعني عبارة عن حجارة مكسرة. رجال الحماية المدنية الان امام حضراتكم يعني دخولا وخروجا، دخولا وخروجا، يعني دخولا وخروجا بأي شيء يمكن إنقاذه. هنتابع مع حضراتكم، تابعونا عبر صفحتكم عين مصر نيوز ومباشر من مصر، تابعونا تابعونا تابعونا، أي جديد أي تفاصيل هنتابعها مع حضراتكم في لايفات بث مباشر.